اللهم صل على نبينا محمد، صلاة تمحو الذنوب وتذهب النقم وتديم النعم. اللهم صل على معلم الناس الخير، قدوتنا في سيرنا إليك. وابتلي بالشر فصبر، وابتلي بالخير فشكر. اللهم عنا على تحمل الابتلاءات، وارزقنا بالصبر حتى الممات. وارزق قلوبنا رضا بقضائك، واجزنا عنها خير الجزاء. ونعوذ بك من ابتلاء يلهينا وابتلاء يبكينا. وعافنا اللهم في أسماعنا وأبصارنا، وعافنا في أولادنا وأزواجنا. اللهم اجعلنا عبيد إحسان إذا أحسنت إليهم شكروا، ولا تجعلنا عبيد إساءة إذا أنعمت عليهم تمردوا، وإذا فقدوا النعم تضرعوا. اللهم اجعلنا لك مسلمين وبقضائك راضين، وكن معنا في الشدائد فليس لنا غيرك وليس لنا قدرة. نستمد قدرتنا من قدرتك، ونستمد الإرادة من إرادتك. اللهم إن ابتليتنا بالنقص فعوضنا، وإن ابتليتنا بالضعف فاجبرنا، وإن طردنا الناس فأوينا، وإن ظلمونا فانصرنا. وأنزل السكينة على قلوبنا، وأفرغ علينا من صبرك حتى لا نتعجل ما أخرت، ولا نندم على ما فات، ونتحمل الألم والأوجاع بنفس راضية مطمئنة. اللهم إن كانت الابتلاءات بذنوبنا فاغفرها لنا، وإن كانت بخطأ منا أو تقصير فصبرنا وعلمنا والطف بنا. اللهم لا سند ولا معين غيرك، فارزقنا بمعيتك وكلنا جار من شر خلقك أجمعين. اللهم إنا نستجير بك أن تتخطفنا الشياطين، وتسبب لنا الوساوس لتضر بالأبدان وتشغلنا عن سبيلك. اللهم إنا نلجأ إليك ونحتمي بك من ظلم الأزواج وقهر الرجال. يا رب من لنا ونحن الأسيرات؟ اللهم ألف بين قلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وأبنائنا وآبائنا وأمهاتنا، ولا تجعل بيوتنا تدخلها الفتن. اللهم إنا نسألك بقلوب خائفة من فوات فضلك في أفضل الشهور عندك. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد ملأت بيوت المسلمين حبا وودا وخيرا وبركة، ورزقت رجالنا بالرحمة والرأفة على نسائهم. وارزق النساء بالحكمة والقوة والصبر على أولادهم وحسن التبعل لأزواجهم. يا رب نشكو إليك الألم والوجع وأمراض احتار فيها الأطباء. اللهم إنا نسألك باسمك الطبيب أن تشفينا بحولك وقوتك، وإن كان المرض خيرا لنا فأنزل صبرك علينا. اللهم وسع أرزاق المحتاجين، وسد الدين عن المدينين، وزوج بنات المسلمين بالصالحين، وزوج أبناء المسلمين بالصالحات، وارزق من أراد الأولاد وراضه بما قسمته له. اللهم ارزق بيوت المسلمين بالسعة والبركة في الأرزاق. اللهم من شد عليهم فاجدد عليه، ومن وسعها عليهم فوسعها عليه. يا رب نرجو منك ولا نرجو من سواك، فحقق رجاءنا فيك وتقبل دعاءنا، وفرج كربنا وفك أسيرنا، وانصر جنودنا، واهدي ضالنا، وعصم عاصينا، واهدي أولادنا. وصلي على محمد صلاة تدخل السرور على كل قلب محزون، وتملأ البيوت بالخير والبركات والحب والسكينة. اللهم صلي عليه وبلغه منا السلام.